يا اهلا بيكم، معاكم محمد فتحي من قناه كود ستارت، وبنكمل كلامنا عن الفلاتر بلوك لايبرري. دي القناه بتاعتنا على اليوتيوب. افضل طريقه لمشاهده الفيديوهات هي الضغط على قوائم التشغيل، ومنها بتختار الكرييتد بلاي ليستس. هتبقى تظهر جميع قوائم التشغيل. عندنا القوائم التشغيل بلونين، اللون الازرق ده باللغه الانجليزيه، واللون البرتقاني ده باللغه العربيه. ما تنساش تشير وتلايك وتسيب تعليقك اسفل الفيديو وتشير للفيديو، ده بيكون اكبر دعم لينا، وبنشكر الناس اللي بتدعمنا وبتشير الفيديوهات، ونتمنى من الجميع ان هو يساعدنا ويدعمنا في الجزئيه دي. النهارده زي ما بنقول هنكمل كلامنا عن البلوك باترن والتايمر ابلكيشن. ده الفيديو الثالث ان شاء الله والاخير، واللي هنتكلم فيه عن اليو اي بتاع الابلكيشن. احنا في المحاضره اللي فاتت نفذنا الشكل، عملنا الابلكيشن البلوك وضفنا البلوك وضفنا قلنا البلوك بيتكون من ثلاث اجزاء. الانبوت للبلوك باترن، البلوك ده هو باترن ديزاين باترن بتفصل بيه البرزنتيشن لاير عن البيزنس لوجيك، عن طريق ان انت بتكريت زي ما قلنا ثلاث اجزاء. اول جزء بيكون الايفنتس، انت بتكريت الايفنت اللي هي هتبقى انبوت للبلوك، وبعد كده الجزء الثاني اللي هي الستيت الاوتبوت من البلوك، والجزء الثالث هو البلوك نفسه. يبقى هنا ثلاث اجزاء، وقلنا ممكن تكريت الاستراكشر ده بطريقه سهله جدا، بدل ما انت تكريته كده مانيولي، احنا عندنا ممكن اضيف اكستنشن خاص بالاندرويد ستوديو وبالاي حاجه خاصه بالانتليجي ايديا، وكمان ممكن تضيفه على الفي اس كود، ان انت بتروح على الاكستنشن وبتسيرش على اكستنشن اسمه بلوك بيبدا يظهر، او ممكن تضيفه هيبدا هو يكريت اوتوماتيك البلوك. احنا هنا بنتعلم، فبنبدا نكريته فروم سكراتش، بنبدا من البدايه خالص. وزي ما قلنا المحاضره اللي فاتت انا خلاص خلصت البلوك، هبدا بقى في اليو اي، هروح للمين النهارده وهبدا انفذ اليو اي. اول حاجه هعملها ان انا هبدا امبورت الماتيريال اب، وبعد كده هبدا انفذ المين فانكشن، والمين فانكشن هبدا انادي على الرن اب، والرن اب هديها انستنس من الماي اب ويدجت، انستنس من الماي اب، وهبدا اكريت الانستنس ده او الويدجت. هو عباره عن ستيتلس ويدجت هسميه ماي اب، وهي ريتيرن هنا ماتيريال. الريتيرن هنا هيكون ماتيريال اب، وبداخل الماتيريال اب هبدا في البدايه احدد الثيم، هنستخدم ثيم. ممكن كنا على طول بنحدد الهوم، ادي الهوم بتاعنا. الهوم هنا هيكون بلوك بروفايدر، والبلوك بروفايدر ده حاجه بنسميها كده، بنعمل دلوقتي حاجه اسمها ديبندنسي انجكشن. انا هانجكت انستنس من البلوك بتاعنا، هيبقى متاح لكل الويدجت اللي هي تحت البلوك ده، هنشوف مع بعض. انا هنا البلوك بروفايدر، وهفتح القوسين بتاع البلوك بروفايدر، وهبدا هنا الكرييت، هتكون عباره عن الكرييت بلوك، سوري ده مش بلوك بيلدر، بلوك بروفايدر، بلوك بروفايدر. قلنا البلوك بروفايدر ده ديبندنسي انجكشن، ان انت هتنجكت زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في الكرييت. هبدا ده هيكون انونيمس فانكشن، هتاخد كونتكست وهتريتيرن التايمر بلوك، البلوك بتاعنا التايمر بلوك. والتايمر بلوك هنا هي التيكر، محتاج التيكر اللي هي بتك او بتقمت، بتدفع او بتبوش بتقمت التكس، فده هيكون انستنس من تيكر كلاس. و التشايلد بقى هيبقى هوم، لسه هننشئه مع بعض. يبقى تاني، يبقى البلوك بروفايدر بيعمل حاجه اسمها ديبندنسي انجكشن، بي انجكت
انستنس من التايمر بلوك بيكون متاح لكل الويدجت اللي هي تحت او التشايلد ويدجت اللي هي تحت الهوم اللي هي اسفل الهوم. اي ويدجت اسفل الهوم تقدر تستخدم معاه الانستنس من النوع تايمر بلوك عن طريق ان انت هتقول له تايمر بروفايدر دوت اوف وتدي له الكونتكست، هيبدا يبقى متاح عندك انستنس من التايمر بلوك. طيب قبل ما انا اروح للهوم وانشئ الهوم، تعالى كده نروح ننشئ الهوم. هنا هيكون ستيتلس عشان ايرو ده يبقى ستيتلس ويدجت. ادي الهوم كده تمام. هبدا اضيف الثيم اللي هنستخدمه معانا هنا، فانا هروح للماتيريال اب وهضيف الثيم، والثيم هنا هيبقى من نوع ويدجت من نوع ثيم داتا. هبدا اول حاجه اديها البرايمري كولر، وده هيكون كولر كولر دوت فروم ار جي بي او ريد جرين بلو والاوباسيتي. فالريد هنا هيكون هبدا بالريد 109. طبعا انت ممكن تختار مجموعه الوان انت شايفها مناسبه، وبعد كده هيبقى 234 342، وبعد كده البلو هيكون 255، والاوباسيتي هتكون 1، يعني درجه الشفافيه مش شفاف نهائي في الاوباسيتي هنا. وبعد كده هدي اللون الثاني السكند كلر او بنسميه الاكسنت كلر، والاكسنت كلر هنا هيبقى برضو كلر دوت فروم ار جي بي او. هنبدا بالريد هيكون 72، وبعد كده الجرين 74، والبلو هيكون 126، والاوباسيتي برضو هتكون درجة الشفافية مش شفاف 1 صحيح. ده كان بالنسبة للاكسنت كلر. هنبدأ نديله كمان البرايتنس. البرايتنس او هنا هيكون عندنا نظامين، يا اما دارك يا اما لايت، فانا هستخدم الدارك. ده كان بالنسبه للثيم. هنبدا بقى نروح على الهوم. فادي الهوم هنا معانا الهوم. هنبدا في الهوم، والهوم هنا هتكون هتريتيرن سكافولد سكافولد، والسكافولد طبعا هنبدا نديله الابر، وهيكون من نوع ابر ويدجت. بداخل الابر هنحدد التايتل اللي هو هيكون تكست ويدجت، والتكست هنا هنكتب فيه مثلا فلاتر تايمر اب. وبعد كده البادي، والبادي هنا هيكون عباره عن ستاك، وانت عارف شرحنا الستاك في الجزء قبل كده في فيديو من الفيديوهات ممكن ترجع ليه. انا بضيف ويدجت فوق ويدجت فوق ويدجت. ده بالنسبة للستاك. هبدأ هنا احدد التشيلدرن، طبعا بيبقى ليه بوزيشن، ممكن تدي بوزيشن لو انت عاوز تتحكم في الاماكن بتاعتهم يعني، فبيستخدم مع الستاك بيستخدم بوزيشن، وشرحنا زي ما قلنا في فيديو قبل كده. انا هنا هبدأ في التشيلدرن، هبدأ باول حاجة من نوع ويف ويدجت، الويدجت اللي هي خاصة بقى بالالوان اللي هي الويدجت دي كده. هنبدأ نستخدم، ممكن تجيب المثال ده موجود معانا، انا هستخدم نفس هتلاقيه موجود نفس المثال ده كده عشان نعمل الويفز زي ما انت شايف اهي، الامواج اللي احنا هنشوفها مع بعض. فانا هبدأ هنا وهستخدم الويف ويدجت، ويف ويدجت، وبداخل الويف ويدجت تعالى نعمل كومة كده، بداخل الويف ويدجت هبدأ ان انا استخدم الكونفج، وهستخدم هنا من نوع ويدجت برضو من نوع كاستم كونفج. هبدأ كاستم انا الويف دي. هبدأ بالجريدينتس، الجريدينتس تدرجات الالوان اللي هنستخدمها. انا هيبقى عندي 3 ويف، فهيبقى عندي اري فيها 3 اري، كل ويف لاري اهو بالشكل ده. هبدأ الجريدينت الاولاني، هبدأ في الالوان، هيبقى عندي 3 الوان هستخدمهم. الكلر اللي الاولاني هيكون color dot from rgbo، وهستخدم هنا مجموعة الوان، هبدأ ب 72،
وبعد كده 74 وبعد كده 126 والأوباسيتي هنا برضو هتكون 1 والكلر اللي بعد كده color dot from RGBO هنستخدم هنا الريد هيبقى 102 125 والجرين 170 والبلو 206 والأوباسيتي هتبقى برضو 1 واللون الأخير بالنسبة للويف الأولى أو الموجة الأولى هتبقى color dot from RGBO الريد هيكون 184 والجرين 189 والبلو هيكون 205 ممكن انت تجرب مجموعة الوان 245 والأوباسيتي هنا هتكون 7/10 تمام. ده كان بالنسبة للون الأولاني أو الموجة الأولانية. هبدأ بعد كده بالنسبة للجزء الثاني هيكون برضو بنفس الطريقة هستخدم تلات ألوان أو هيبدأ هنا الكولر أول واحد color dot from RGBO هيبقى برضو ممكن نفس الطريقة 72 72 وبعد كده ده بالنسبة للريد. بالنسبة للجرين هيكون 74 74 وبالنسبة للبلو هيكون 126 والأوباسيتي برضو هتكون 1 وبعد كده الكولر التاني color dot from RGBO هنبدأ برضو بالريد هيكون 125 والجرين 170 والبلو 206 والأوباسيتي 1 واللون الأخير هيكون color dot from RGBO الريد هيكون 172 182 والبلو هيكون 219 والأوباسيتي هتكون 7/10 تمام. هنعمل برضو الأري ننتظر بس كده الأري الأخيرة هتكون هنا color dot from RGBO الريد هيكون برضو 72 73 والبلو 126 أوباسيتي 1 اللون اللي بعد كده color dot from RGBO 125 الجرين 170 والبلو 126 او 206 تعالى كده نخليه 206 والأوباسيتي برضو 1 واللون الاخير color dot from RGBO هنا هيكون 190 و 2 3 8 والبلو هيكون 246 والأوباسيتي 7/10. ده كان بالنسبة لتدرج الألوان للثلاث ألوان. هبدأ بعد كده هتكلم على الديوريشن حركة كل موجة منهم هتتحرك في قد إيه. ده هتكون الري برضو هتكون نفس الفكرة الري وفي الري هنا هتاخد ثلاث متغيرات كل متغير أو كل ديوريشن بالترتيب الجريدينت الأولاني أو الموجة الأولى والموجة الثانية والموجة الثالثة أو الويف الأولاني الويف الثاني الويف الثالث. فأنا هاخد هنا ثلاث أرقام بالترتيب. أول حاجة هندي ديوريشن مثلا هنا الرقم ده 19440 أي رقم طبعا هتألفه هنا
والحركة التانية أو الموجة التانية تتحرك في الرقم ده 10,000 مثلا ميلي سكند، والتاني نحرك التالتة بمقدار 6,000 ميلي سكند. ده كان بالنسبة للديوريش الحركة بتاعت الديوريشن المدة يعني، والهايت برسنتج ارتفاع كل واحدة منهم بالترتيب برضو ارتفاعها هيكون. انا مثلا هنا هدي هنا اول واحدة 0.3 من 100، واللي بعد كده هتكون 0.01، واللي بعد كده هتكون 0.02 ارتفاعهم بالترتيب. يعني لو جينا كده ارتفاع الهايت بتاع كل واحدة فيهم، ودي السرعة بتاعت الحركة بتاعت كل واحدة فيهم زي ما اتكلمنا عليها. بعد كده نتكلم على التدرج الالوان الجريدينت. الجريدينت بجين هيبدأ فين؟ هيبدأ في الالاينمنت دوت، هيبدأ من عند البوتوم سنتر. وبرضو الجريدينت اند هينتهي فين؟ هينتهي في الالاينمنت عند التوب سنتر. وبعد كده هنتكلم على السايز. هنبدأ هنا السايز، حجم الويف دي او الويدجت دي هتبقى السايز. هديها هنا سايزد وهامله الشاشه كلها، فانا هدي له سايز هياخد 2، فانا هنا هدي له دبل دوت انفينيتي رقمين دوت انفينيتي بحيث ان هو ياخد يملى الشاشه كلها، ودبل برضو دوت انفينيتي دوت انفينيتي. تمام، الويتس تقدر تسميه الويتس والهايت، يبقى انا بملى كل حاجه الشاشه كلها. وبعد كده نتكلم على الباك جراوند، اضيف له بقى حاجه اخيره كده الباك جراوند كولر، الباك جراوند كولر، وهنا هيكون كولر دوت بلو اللون الازرق كولرز دوت بلو بلو. هاخد الديبس بتاعه او الدرجه منه اللي هي 50. ده كده كان بالنسبه ده كده كان بالنسبه للويف. تعالوا كده مع بعض نبدا نضيف هنا. بعد ما اتكلمنا على الويف هبدا اضيف اللي بعد كده خاص بالستاك. تعالوا هنا مثلا بعد الباك جراوند، ايوه ده النهايه بتاعتنا، ده كانت نهايه الويف ويدجت. بعد الويف ويدجت كده هبدا اضيف احنا الويدجت نهايتها هنا، نهايه الويف. تعالى ندي كومه كده عشان تبقى وسيف، ابقى عارف النهايه بتاع كل حاجه منهم. ده نهايه الويف ويدجت. بعد نهايه الويف ويدجت هدي كولم بقى كولم. لو رحنا كده بعد ما رسمت الويف كده الويدجت دي هبدا اضيف الجزئيه دي، هضيف كولم، هضيف فيه الوقت وهضيف فيه الباتونز اللي هنا. فانا هعمل كولم كولم، والكولم هنا هبدا اتكلم على هضيف له المين اكسس، المين اكسس الاينمنت، وهنا هيكون مين اكسس سنتر، المين اكسس الاينمنت سوري معلش، المين مين اكسس. يبدو ان احنا عندنا مشكلة هنا. تعالى كده في الكولم، الكولم هنا كولم، تمام. التشيلدرين، قبل التشيلدرين هضيف بقى المين اكسس، المين اكسس الاينمنت هتكون من نوع مين اكسس دوت سنتر، وكمان الكروس اكسس، كروس اكسس هيكون كروس اكسس الاينمنت سنتر. والتشيلدرين للعمود ده هنبدا نضيف اول حاجه هنضيفها هنا بادنج ويدجت، البادنج عشان ندي بادنج للاعمده اللي موجوده عندنا البادنج. والبادنج هنا هيكون الايدج ايدج دوت سيمتريك، والفيرتيكال هندي فيرتيكال مسافه فيرتيكال هتكون 100
اللي هي كده تمام. وبعد كده التشايلد هيكون سنتر، هنسنتر الويدجت سنتر، وبداخل السنتر ويدجت هنا هيكون التشايلد، هيكون عبارة عن اول حاجة هنا هتكون عبارة عن بلوك بيلدر، بلوك بيلدر بيلدر. ليه؟ لان الجزء اللي جاي ده هيتبني البلوك بيلدر. البلوك بيلدر ده هياخد، هيكون هيشتغل على التايمر بلوك، والاوتبوت هيكون من نوع تايمر ستيت. تايمر ستيت وبداخل التايمر بلوك البلوك بيلدر. البلوك بيلدر هو هيستخدم في ان هو هيريبيلد الجزء بتاع الوقت بتاع التايمر هو ده. وهنعمل تايمر بلوك بيلدر برضو الجزء بتاع البطل، لان ده هيتغيره بناء على الستيت. يعني كل ما الستيت بتتغير، الايفنت الستيت بتتغير، هو اوتوماتيك بيتغير بيريبيلد. الاثنين دول هيتبنوا بناء على ستيتس مختلف زي ما هنشوف مع بعض. فانا هبدا بالجزء الاولاني بتاع التايمر. فده هيكون البيلدر، هبدا بالبيلدر هنا البيلدر. والبيلدر ده هيكون انونيمس فانكشن، هتاخد كونتكست والستيت. وهبدا هنا هنعرف بداخل الجزئيه دي، تعالوا امبورت التايمر ستيت. فلو وقفت كده عملت كده كليك وامبورت تايمر ستيت، وممكن تمام. هاجي هنا هعرف اتنين سترينج فاريبل. اول حاجه هنا فاينل سترينج، هيبقى اللي انا هعمله دلوقتي انا هعرف اتنين فاريبل، فاريبل للجزء بتاع الدقائق، وفاريبل تاني سترينج تاني للجزء بتاع الثواني. فانا هعرف جزء كده هسميه سترينج مينيت، مينيت سيكشن، وده هيساوي هيساوي هعمل قوسين هنا عشان اتشيك على الستيت دوت الديوريشن. الستيت دوت ديوريشن هقسم الستيت دوت ديوريشن هقسمها على 60 عشان احولها الى دقائق على 60، وبعد كده موديولس 60. فانا بعمل كده عشان احول الكلام ده الى دقائق. وبعد كده دوت فلور هاخد اكبر رقم فلور، هتجيب لو وقفت كده على فلور فلور هترجع لك بجريتست انتجر اكبر رقم. وهنشوف دلوقتي هاخد هعمل حاجه تاني بعد ما بجيب الرقم. هبدا ان انا هنادي على فانكشن تاني تو سترينج عشان احول الكلام ده الى سترينج. وبعد كده دوت هستخدم فانكشن اسمها باد ليفت. باد ليفت هتعمل ايه يا شباب؟ باد ليفت. باد ليفت هنا هقول له انا عاوز رقمين. طيب لو ما كانش، يعني لو كان رقم واحد هقصين على الشمال، لو رقم بس واحد يبقى انا هضيف زيرو على اليمين على الشمال سوري. يعني بمعنى تاني لو انت خلي بالك كده انت راجع بثلاث دقائق تمام. هنا لو انت راجع بثلاثة، لو انت تبدا من ثلاثة اهو ثلاثة ثلاث دقايق، فانا مش عاوز اضيف الثلاثه كده، لا انا عاوز اضيف الثلاثه دي مش الويدث بتاعها مش اتنين، يعني مش اتنين ويدجت، لا ده رقم واحد. فانا هضيف على الشمال هنا بزيرو. طب انت راجع مثلا ب 59 دقيقه، ف 59 لا هنا رقمين، فمش هعمل اي حاجه. فانا بقول الويدث، لاحظ دلوقتي معايا كمان اما نبدا نضيف هنا ثلاثه، لو انا ضفت دي كده ثلاثه يبقى انا بقول انا عاوز هنا ثلاثة. فكل مكان منهم مش موجود، يعني لو انت راجع باتنين مثلا اللي موجود معاك رقم اتنين، فانا هبدأ اضيف لو انا راجع معايا برقم اتنين بس فانا الويدث محتاج ثلاثة، فهضيف زيرو على الشمال وزيرو تاني على الشمال. هو ده في النهاية عشان اخرج بالشكل اللي انت شايفه هنا، رقمين او تو ويدجت للدقايق. فانا بقول له هنا انا عاوز، تعالوا نسيبها ثلاثة دلوقتي وهتشوف الناتج معايا واحنا شغالين. وبعد كده خلاص على كده بعمل سيمي كولن.
وانا بدي اعرف واحده فاريبل تاني خاص برضو بالثواني بنفس الطريقه برضو كده. هعرف قسم تاني فاينل سترينج هسميه سكند سكشن ايكوال. وهنا التحويل هنا بيكون اسهل شويه، يعني انا احول هنا لثواني، فانا كل اللي اعمله هنا اهو هستخدم الستيت دوت الديوريشن وهجيب المودولس بتاعها لستين ستين كده. انا قدرت احول الى الثواني. بعد كده برضو هجيب دوت الفلور، هجيب اكبر رقم عشان ابدا اضيف دوت فلور دوت تو سترينج دوت باد ليفت. وهنا الويتس هيكون برضو اتنين وهنقصين على الزيرو على الشمال زيرو بالشكل ده. يبقى كده عملت الرقمين او الاتنين سيكشن خاص بالدقايق والثواني. هبدأ بعد كده هريتر التكست اللي انت هتشوفه تكست التكست ده، هبدأ ريتيرن التكست اللي موجود معنا ده هيكون تكست وهنفصلهم بقى بالنقطتين، هضيف النقطتين. فانا هبدأ بالتكست، اكيد انت عارف دلوقتي انا هعمل ايه. هبدأ اعمل string interpolation، هانتربوليت اول حاجة المينت سيكشن وهعمل كولن نقطتين وانتربوليت مع السكند سيكشن، وممكن كمان اضيف ستايل. ف هضيف ستايل هنا من نوع تكست ستايل. هنبدأ هنا نقول نتحكم مثلا في الفونت سايز، فونت سايز نخليه مثلا 60 بيكسل، وكمان نتكلم على الفونت ويت، فونت ويت هيكون فونت ويت دوت بولد وكوما وسيف. وهبدأ بعد كده نكمل. ده كان بالنسبة للتكست، ضفنا كده التكست. هنبدأ نضيف بعد كده، كده احنا خلصنا التكست اللي هو ده، نبدأ نضيف جزء خاص بالبطن. والبطن هنا متغيرين يا شباب، خلي بالك ان البطن برضه هيبقى هتريبيلد بناء على الستيت بتاعتنا. لاحظ معانا معايا بطن واحد دلوقتي، انا في الستيت ريدي، اول ما بتكليك على البطن بيتقلب او بيتحول او بيحصل له اعاده بناء وهيبقى اتنين بطن، بطن اللي هو الباوز والبطن ريست. لو انا ضغطت على الباوز برضو انا عملت اعاده بناء تاني، اللي بقى بطن هيصبح بلاي وبطن ريست. فخلي بالك من الكلام ده لان ده برضو متغير. فانا هبدا هنا بعد البلوك بيلدر الاولاني اللي هو خاص بالتكست ده، هبدا اعمل بلوك بيلدر تاني. هنا هضيف بلوك بيلدر، بلوك بيلدر وداخل البلوك بيلدر هنا نضيف كوما. في داخل البلوك بيلدر هنا انا هبدا هيكون برضو هشتغل على البلوك بتاعنا الانستنس من التايمر بلوك او الكلاس بتاعنا و تايمر ستيت. وبالداخل هنا هضيف هنا كونديشن بقى، كونديشن والكونديشن هنا ادي قوسين الكونديشن، هيبقى هياخد هنا البريفيوس ستيت والكرنت ستيت اتنين انبوت للفانكشن دي، والكرنت ستيت اتنين بارامتر، البريفيوس ستيت والكرنت ستيت. تعالوا كده نوقف هنا بس شوية ونكليك هنا على بيلدر. هنضيف البيلدر، هنضيف الاول الكونديشن. فانا بناء عليه الكونديشن هنا، لاحظوا يا شباب كده لو انا في الحاله دي في حاله الريدي ايه اللي ظهر عندي؟ ظهر بطن واحد. طيب في حاله الرننج بقى هنا الستيت بقى فيه اتنين بطن. كل ده انا اعمله عن طريق الكونديشن. فانا هشوف الايه، هول هعمل حاجه، بص كده معايا، في الحاله دي
انا في حاله ال الريدي هو دلوقتي اللي هقارن البريفيوس ستيت مع الكرنت ستيت. فانا هعمل كونديشن هنا هقول له هنا لو كان, تعالوا كده الريتيرن, مش لازم نعمل كوسين, ممكن نريتيرن على طول. فانا هريتيرن الكرنت ستيت ستيت دوت الران تايم طيب لو مش بيساوي, لو مش بيساوي الكرنت ستيت سوري البريفيوس ستيت, بريفيوس ستيت دوت الران تايم طيب, يعني لو الاثنين مش بيساوي بعض انا هبدا اعمل ايه هنا, هبدا ارن البيلدر بتاعنا, هشغل البيلدر دي البيلدر. البيلدر هنا هيكون عبارة عن ايه, هيكون عبارة عن anonymous function هتاخد context و state, وهنبدأ نعمل هنا ننادي على function او widget اسمها action لتنظيم الكود. هنادي على widget اسمها actions, هبدأ كريت الاكشنز دي. الاكشنز دي خلي بالك هنا انا بقول له لو الاثنين مش بيساوي بعض, يعني البريفيوس مش بيساوي النكست, انا هبدا انادي على ايه, يبقى امتى هنادي على على الويدجت دي, لو كان الكرنت ستيت مش بيساوي البريفيوس ستيت. يعني انت جاي من ستيت لايه, انت دلوقتي في الايه, في الرننج, يبقى لو ضغطت على كده البتون يبقى البريفيوس ستيت كان الرننج والكرنت البريفيوس ستيت كان الريدي, سوري البريفيوس كان الريدي واللي شغال دلوقتي هو ايه, هو الرننج. يبقى انا هبدا انادي على الفانكشن دي في الحاله دي, الاثنين مش بيساووا بعض, هبدا انادي على الويدجت دي. تعالوا ننشئ الويدجت دي كده فالويدجت دي هتكون من نوع نكليك برضو ممكن نحتاج امبورت راب وذ البلوك بيلدر تايمر بلوك والتايمر ستيت. نكتب تاني بلوك بيلدر. طيب هنشوف الايرور ده على العموم. تعالوا كده بس ننشئ الاكشنز الويدجت اللي اسمها اكشن. فانا هنا هكريت الكلاس ده ستيتلس ستيتلس ويدجت actions. فلو رحت كده عاوز احل الايرور ده بس الاول, ادي البلوك بيلدر نهايتنا هنا كل ده السنتر في مشكله هنا معايا السنتر التشايلد ممكن يكون احتمال في اكواس تاكوس التشايلد هنا السنتر ده كان بالنسبة لل البلوك بيلدر الاولاني. انا بس براجع كده بسرعة بشوف احنا ايه اللي ناقص معانا هنا. ده احنا بدأنا هنا عند السنتر للجزئية دي وكان البادنج الجزئية بتاعت ضفناها بادنج وضفنا سنتر للجزئية دي, فانا محتاج اخد ده قط قط من هنا وريموف ده تمام كده. ده نهاية السنتر ونهاية البادنج هضيفه هنا بعد الجزئية دي تمام. هي ده الايرور اللي كان عامل معانا مشكلة. يبقى انا بعد البادنج للجزء الاولاني بادنج ضفت البادنج والسنتر كانوا هنا, وبعد كده انا بدأت اضيف البلوك بيلدر موجود معانا هنا تمام. وزي ما اتفقنا هنبدا نضيف كونديشن للجزء ده, وعملت الاكشن ويدجت. الاكشن ويدجت بقى اللي هي هيكون فيها الباتونز اللي هنبدا نرسمها مع بعض كده الباتونز دي كده تمام. اول حاجه هبدا لو كان هتشيك هنا داخل الاكشن هنا البلوك بيلدر دي هنبدا نعمل ريتيرن رو الاول. هبدا ارجع برو رو وبداخل الرو هيكون عندي اكشن بتون, بس هبدا اضيف الاول هنا المين اكسس
المين اكسس الاينمنت هيكون من نوع مين اكسس سبيس اراوند عشان نسيب مسافات متساويه. وبعد كده هبدا ب التشايلد او التشيلدرن. التشيلدرن هيكونوا هنا عباره هنادي على فانكشن برضو ثانيه هنبدا ننشئها مع بعض دلوقتي هسميها اندرسكور ماب ستيت تو اكشن بوتنز. هنبدا نكريت الجزئيه دي مع بعض ودي هتاخد الفانكشن دي هنبعت لها بارامتر نيمد بارامتر نبعت لها نيمد بارامتر هيكون اسمه تايمر بلوك هنسميه اي حاجه كده تايمر بلوك وده النيمد بارامتر هنديله انستنس من البلوك بروفايدر اللي هو البلوك بتاعنا دوت اوف الكونتكست وهنقول له هنا احنا محتاجينه من التايمر بلوك او التايب بتاعنا من التايمر بلوك بالشكل ده وهبدا اعمل ده كان هبدا كاريت الفانكشن دي فانا هبدا انشئ الفانكشن هنا اهي هتريترن الفانكشن دي هتريترن ليست اوف ويدجت وهبدا انشئ الفانكشن زي ما قلنا الفانكشن هي هتاخد نيمد بارامتر النيمد بارامتر ده زي ما اتفقنا هيكون من نوع تايمر بلوك تايمر هسميه الاول هديله اسم هيكون من نوع تايمر بلوك تايمر بلوك وهديله اسم تايمر بلوك وهاجي داخل الاكواز بتاع الفانكشن دي هبدا بقى هنعمل الكونديشنز اللي هنشتغل عليها الخاصه بالبوتونز بناء عليه هنبدا نعمل هنرندر او هنشتغل بالبوتونز اول حاجه ان انا هعرف فاريبل هنا هبدا ان انا في الاول هعرف فاريبل الفاريبل ده فاينل هيكون من نوع تايمر ستيت الستيت بتاعتنا وهسميه كارنت state وده هيساوي التايمر بلوك الانستنس اللي عندنا دوت هجيب الكرنت ستيت اللي بتاعتنا دلوقتي او الستيت هترجع بالكرنت ستيت اخدت الكرنت ستيت والستيت خزنتها في حاجه من نوع تايمر ستيت هبدا اعمل عليها كونديشن هسال هقول اف لو كان الكرنت ستيت is ready لو كان الكرنت ستيت ريدي اللي هي الحاله دي اهي الحاله دي ريدي دلوقتي هبدا اعمل ايه هرندر بتن واحد بس اللي هو ايه اللي هو البلاي فانا هنا هرجع هريتيرن الري وفي النهايه خالص برضو الريتيرن الري بعد الكونديشنز خالص كده هريتيرن الري فاضيه ما ننساش الحته دي اهو هبدا الريتيرن الري فيها بطن واحد بس البطن ده من نوع زي ما اتفقنا اكشن فلوتنج اكشن بطن فلوتنج اكشن بطن البطن ده اللي تشايلد هيكون ايكون ايكونز دوت بلاي ارو والاون بريست اون بريست انونيمس فانكشن تمام فلوتنج اكشن باتون للتشايلد والامبريس في حاجه مش مظبوطه تمام تعالوا نكمل كوما هنا ادي الكوما للتشايلد ايكون وادي ايكونز والاون بريست طيب معلش كده تاني في حاجه برضو هنا فلوتنج فلوتنج اكشن بتون تمام اون بريست ادي انونيمس فانكشن اهي ونبعت له كمان للتشايلد من نوع ايكون و
ندخل هنا نحدد ال icons dot play arrow وال on pressed نبدأ نكمل. طيب انا هنا هبدا اكمل وهعرف برضو الايرور ده سببه ايه وانا شغال. هريتيرن هنا في الاون بريست، انا هبدا في الاون بريست هبدا ان انا انادي على الفانكشن اللي اسمها اد او التايمر بلوك، تايمر بلوك، تايمر بلوك دوت اد دوت اد. خلي بالك هنا وهقاد ان انا عاوز ابدا اشتغل، فانا هقاد الستارت، هقاد ايفنت من نوع ستارت، خلاص هو بدا يشتغل فانا هقاد ايفنت من نوع ستارت. وهنا الانبوت او الديوريشن هتكون من نوع الكرنت ستيت، هجيب الديوريشن بتاع دلوقتي دوت الديوريشن. تمام، ده بالنسبه للجزئيه دي. حاول كده ثانيتين بسرعة. الايرور هنا ريتيرن اري و فلوتنج اكشن بتون، مش عارف برضو هو ليه معترض معايا هنا. ذا ويدجت بلو ويدجت از ذا تري تيبيكالي ان ايكون بس عاوز انجز بسرعه الوقت. طبعا ده لازم يحصل، مش مركز هنا خالص. طبعا ده مش من نوع ويف، مش من نوع ويدجت، ده من نوع ويف ويدجت، هو ده سبب المشكله. طبعا انت عمال تقول لي من بدري ضيف هنا ويدجت ضيف هنا ويدجت وانا مش مركز معاك، معلش اعذرني. طبعا انا بهزر معاكم يعني. فهنا احنا محتاجين طبعا الويدجت، ضفنا الويدجت بعد كده خلاص هو ده كان البطن بتاعنا وكانت المشكله اتحلت، اللي هو ضفنا البطن اللي هو مكتوب فيه بلاي. واما نبدا نكليك على البطن بلاي ده انا هبعت ايفنت، هسبميت او هاميت ايفنت من نوع ستارت وهديله الديوريشن بتاعه اللي هي موجوده دلوقتي اللي هي 60 ثانيه مثلا. بعد كده هبدا اعمل اف كونديشن تاني، يا ريت بس بسرعه شويه اهو. ايلس اف كونديشن تاني هقول له اف هنا اف ان الكرنت كرنت ستيت كرنت ستيت ستيت الكرنت ستيت از رننج، لو هي من نوع رننج تمام الستيت رننج انا هبدا ريتيرن. خلي بالك لو هي بقى من نوع رننج هريتيرن الري ري ريتيرن اري. الاري هتبقى اهي خلاص انا هبدا رننج، هيبقى هنا في اتنين بوتونز، بوتون لباوز وبوتون لريست. يبقى خلي بالكم احنا دلوقتي هنتفق ان انا لو هي رننج انا هبدا اضيف كام بوتون يا شباب؟ اتنين بوتون. فانا هنا الاري هنبدا في الاري دي هنبدا نضيف اول فلوتنج اكشن بوتون، وده هيكون ندي هنا مع بعض التشايلد هيكون من نوع ايكون و ايكونز دوت. الايكون الاولانيه هنا هتكون من نوع باوز و الاون بريست هتكون انونيمس فانكشن برضو داخل الانونيمس فانكشن، او ممكن ريتيرن على طول هنا هبدا ريتيرن او انادي على التايمر بلوك واضيف ايفنت تايمر بلوك دوت اد واضيف الايفنت اللي هو باوز بالشكل ده. ده كان بالنسبه الاول فلوتنج بوتون، ونبدا نعمل كوما هنا عشان ونعمل سيف.
بعد الفلوتنج بوتن الاولاني هبدا اضيف فلوتنج بوتن تاني اللي هو بتاع الريسيت. وده هنبدا برضو ندي هنا التشايلد هيكون ايكون وايكونز دوت. هنا البطن التاني ده هيكون من نوع ريسيت. فانا هنا هنقول له ريبلاي ايكونز دوت ريبلاي. والاون بريست هتكون انونيمس فانكشن برضو انونيمس فانكشن. وهي ريتيرن تايمر بلوك الانستنس من التايمر بلوك بتاعنا دوت اد. والايفنت هنا هيكون من نوع ريسيت 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 ايفنت. وده بالنسبه للاثنين بطن. هبدا اعمل الخاصه في حاله في حاله لو هو كان رننج كان شغال. طيب بعد كده لو شفنا كده خلاص هو كان شغال قدرنا نضيف الكلام ده اهو. في حاله هو شغال قدرنا نضيف الاثنين بطن. طب في حاله ان هو في الباوز ضغطت على الباوز دلوقتي هبدا اضيف برضو بطن تاني اللي هو بلاي وبطن ريسيت تاني. فانا هعمل كونديشن خاصه بالباوز. فانا هعمل اف كونديشن تاني هنا اف ان الكرنت ستيت از باوز is paused. انا هبدا ريتيرن برضو اري ريتيرن اري. الاري دي هيكون فيها اتنين فلوتنج اكشن بتون. اول واحد فلوتنج اكشن بتون هبدا برضو بالايكون. والايكون هنا هتكون بلاي الايكون اللي تشايلد هيكون ايكون من نوع icons dot play arrow play arrow. والon pressed هتكون برضو anonymous function. في ده هريتيرن هنا هريتيرن التايمر بلوك الانستنس من التايمر بلوك انستنس من التايمر بلوك دوت. انادي على الفانكشن اد وهنبعت هنا ريزوم ايفنت من نوع ريزوم. والبطن الاخير الثاني ريزوم القوس السيمي كولن. ولو عملنا بعد كل قوس كومه هيبدا يعمل اوتو فورماتد. مهم جدا الكلام ده. كنترول اس وادي البطن اللي بعد كده. البطن الاخير بقى هيكون برضو فلوتنج اكشن بطن. وده هنبدا بالايكون. الايكون هنا هتكون ريبلاي الايكون او التشايلد هيكون ايكون بداخلها ايكونز دوت ريبلاي ريبلاي. والاون كليك او الاون بريست هنفذ الانونيمس فانكشن وهريتيرن تايمر بلوك دوت اد. هاد ايفنت من نوع ريسيت ايفنت ريسيت ايفنت. يبقى انا كده تقريبا وصلت هنا ريتيرن. في حاجة برضو مش مظبوطة هنا في الكوس اكسبكتد كوس تاني ناقص. تمام. ونعمل برضو كوما بعد كل كوس اوتو فورماتد. نعمل سيف يتنظم بشكل افضل. ده كان بالنسبة لحالة البوست. خلاص انت كده ضغطت على الريزوم. تمام. هنبدا بعد كده في الحاله الاخيره اللي هي الفينيشد. تمام. الفينيشد هبدا اعمل اف كونديشن تاني هنا
اف اني الكرنت ستيت از لو الكرنت ستيت عندنا هيكون من نوع فينيشد از فينيشد انا هبدا انفذ الجزء ده وهريتيرن هنا هريتيرن برضو هريتيرن واحد بس او فلوتنج اكشن بطن واحد هيريتيرن داخل الاري دي هضيف هنا الفلوتنج فلوتنج اكشن بطن التشايلد ايكون وايكونز دوت ريبلي هنبدا بقى نريبلي و الاون كليك الاون بريست هبدا انفذ الانونيمس فانكشن دي وانادي على التايمر بلوك وهضيف دوت اضيف الايفنت اللي اسمه ريسيت ريسيت نبدا من الاول والكوما وسيف وبكده يكون انتهينا من الجزئيه دي ممكن بس اعمل ريفاكتور هنتكلم عليه بس بعد ما نرن نبدا نرن اف 5 هيبدا يشتغل ممكن نعمل ريفاكتور هنا في الوقت ده اللي هو للويفز الجزء بتاع الويف ممكن نعمله ريفاكتورنج بشكل افضل لو خدناه قط من هنا الويفز كل الويدجتس دي كده الويف ويدجت اخدت دي كده قط وعملت لها ويدجت تاني اهو ده بس كده ممكن ناخد ده كده قط لما يبدا يرن وهنشوف دلوقتي هيبدا معايا بال عند الدقايق هيبقى فيه 0 0 لان احنا زي ما قلنا ضفنا هنا ضفنا هنا 3 الويتس هيكون 3 عند التكست في الجزء بتاع ده خاص الويف بعد كده انزل هتلاقي الجزء بتاع التكست اهو الباد ليفت انا قلت له 3 وكده بدا يرن وظهر زي ما انت شايف هنا 3 لو كان الرقم هو رقم ده رقم دقيقة واحد فبدأ يضيف صفرين لو رجعت هنا وخليتهم 2 تمام زي ما شرحت في الجزء ده وعملت سيف هيبدأ يبقى عندي هنا 2 ديجيت او مكانين يعني الويتس بتاعي تعالوا مع بعض نبدأ نعمل ريفاكتورنج اخير عشان ننهي بقى الفيديو ده لريفاكتورنج للجزء ده اللي هو الخاص بالويف هاخد الويف دي كده قط تمام الويف ادي اخر الويف ويدجت اخدها من هنا قط وهبدا اروح اعمل كلاس تعالوا هنا نعمل كلاس من نوع ستيتلس ويدجت وهنسميه باك جراوند وهريتيرن فيه بدل ما ريتيرن ده كده انا هريتيرن كنترول في الويدجت دي وهاجي هنا طبعا لو انا عملت سيف دلوقتي هتلاقي ان هو هنا مش موجود عندنا الويف هبدا اضيف الويف هنا في الجزء قبل الكولم تمام هنا اهو قبل الكولم هضيف الويدجت اللي اسمها باك جراوند اخد انستنس منها باك جراوند بالشكل ده وهبدا اعمل سيف وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو وشرحنا التايمر بلوك لو ضغطت على الستارت بدأ يشتغل اهو وتحول الستيت بتاعتنا للرننج وبدأ يظهر الاثنين بوتونز لو ضغطت على البوز بدأ يشتغل البلوك بيلدر ويريبيلد الجزء ده وبناء على لو عملت ريست برضو بدأ يشتغل البلوك بيلدر ويبني الجزء ده بناء على الستيت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعيدنا وتعمل شير للفيديو على اي فيسبوك ده بيكون من اكبر دعم لينا ياريت ما تنساش الجزئية دي لان مهمة جدا جدا احنا بنسعى جدا باي دعم باي كومنت بيتكتب